ملك الأرستقراطية ذات الأصول التركية، حادة الطباع وسليطة اللسان وأيوة وعنيفة الشخصية. بنشوفها لما بيمر جوزها بأزمة، يا ترى هتقف معاه ولا هتتعامل بنفس العنف اللي بتتعامل بيه. هو بس الجديد بالنسبة لي في الدور إنه فعلا كوميدي، هو مكتوب كوميدي، الأستاذ محمد الغيتي كتبه كوميدي والأستاذ أحمد يحيى بيخرجه بنفس الخط اللي مكتوب بيه. فأرجو إن أنا الشكل الكوميدي الجديد بالنسبة لي الناس تقبله،